الموضوع متعلق إلى حد كبير، وأنا أصبح عندي فضول كبير أن أعرف بالضبط ما الذي دار في اجتماع نفتالي بنت جو بايدن الأخير، لأنه هذا أعتقد كان هو الحاسم. يعني نفتالي بنت لما سافر إلى أمريكا كان يريد أن يعرف، مثل ما يقولون العراقيين، وين رأسه وين رجليه. يعني إحنا داخلين بحرب ويا إيران لو لا، وإذا لا شنو ضماناتكم ان حتى لا في يوم تفاجئنا ايران وتضربنا نووي كنا مثلا. فيخيلني انه قدمت الى تطمينات معينه جعلت اسرائيل تطمئن. وعندما اقول اسرائيل انا لا اعني اداره نفتالي بنت، انت تعرف القضايا الاستراتيجيه الكبرى يجتمع فيها الكل جميع. يعني انا لا استغرب مطلقا ان يكون نتنياهو حاضر ويكون كل الاطراف الاسرائيليه الكبرى حاضره في هذا الاتفاق اذا صار، او هذه التهدئه اذا صارت. فبالتالي ربما طرح شيء معين كعرض من الإدارة الأمريكية في حال ما وصلنا إلى الحائط المسدود. طبعا ما هو الحائط المسدود لا أعرف، يعني لحد الآن هل الوصول إلى نسبة 60% فعليا هو الحائط المسدود، هو الحائط المسدود أو الخط الأحمر الذي عند ذاك ستقرر أمريكا أن تتصرف بشكل ما؟ طيب هل سيكون بإمكان أمريكا فعلا أن تتصرف أم يكون الوقت قد فات؟ هل بالامكان الاعتماد ان يكون هذا فعلا هو خط احمر، ام انه على قولتك يتحول الخط الاحمر الى اخضر واخضر جدا همينه؟ يعني ما زالت هناك اسئله كثيره، ويبدو لي انه الاسرائيليين اقتنعوا، يعني اقتنعوا بما ردوا او اجيبوا عليه في واشنطن باجتماع بنت مع بايدن. ما الذي اعطاهم بايدن من ضمانات او تاكيدات او تطمينات او الى اخره؟ لا اعرف. يعني المعلن عرفناه، الأهم منه هو الذي لم يعلن حتى الآن. فالمشكلة الأساسية يبدو أن عقارب الساعة لا تعود للوراء. يعني الأيام التي كانت فيها هناك أسطول السادس الأمريكي يقف على مقربة من إسرائيل وهي تشن هجومها على العرب في 67، أو عندما طيرت الولايات المتحدة الأمريكية جسر جوي، وعلى رأي كيسنجر في وقتها كل شيء يطير أرسلوه لإسرائيل في عام 73، وغيرها من المواقف المشهودة عن التعاون الأمريكي الإسرائيلي، يبدو لي أنه هذا الزمن قد ولى. فيبدو السؤال الآن الذي يطرح ربما على كل المنطقة وبالذات في تل أبيب، أنه ماذا سنفعل لوحدنا؟ يعني كيف سنتصرف لوحدنا أو بضمانات أمريكية مشكوك فيها؟ طبعا حضرتك يمكن نتابع أنه العلاقات أيضا شهدت مؤخرا، لا أقول توتر وإنما برود كبير بين إسرائيل وبين روسيا مثلا، على خلفية القصف الذي قامت به إسرائيل لمواقع أسلحة روسية في داخل سوريا. هناك أيضا ما زال عدم يقين وعدم تأكد من وضع الصين في الشرق الأوسط ككل، هل هي دخلت؟ هل هي ستدخل؟ هل هي مؤجلة دخلتها لحد الآن؟ كل هذا يبدو للمنطقة فيها نوع من عدم اليقين بشكل عام. الأمريكان لم يعودوا بقوتهم في المنطقة، ولم يصبح لحد الآن واضحا إذا كان هناك أحد من سيحتل هذا المركز وسيستطيع أن يقدم الضمانة التي تحلم بها إسرائيل في صراعها الخفي والسياسي والاستراتيجي المستمر بينها وبين إيران. فلهذا القضية كلها برمتها محل تساؤل، هل يقدم بايدن على ضربة معينة من أجل إعادة زخم إدارته؟ أنا شخصيا لا أرجح ذلك. شخصية بايدن نفسها ليست هي الشخصية التي تأمر بإجراء هجمات من أجل يعني أو ضربات عسكرية من أجل استعادة الزخم. يعني هو إدارته قامت أساسا على نقد طريقة ترامب في التصرف الكيفي بهذا الشكل، وكان إدارته ويعني حزبه أول المهاجمين لضربة قاسم سليماني تذكر في بغداد وإلى آخره. فهو ليس من هذا النمط، ويعني لا اعتقد بانه يعني سيجني كثيرا اذا لجأ الى هذا النمط. لكن ما هي، مره جديد اقول، ما هو الخط الاحمر بالنسبه لاداره بايدن والذي اخبر به نفتالي بنت في اجتماعه معاه الاخير في واشنطن؟ هذا ما لا اعرفه لحد. طيب